اذا نعود لك لكم الى جانب نجم الدراما اللبنانيه يوسف حداد. اول شيء بنقول لك الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك، ميرسي. بلشنا بالوجع لنحكي عن شيء حلو. لا لا ما في وجع، كان هيك عرضيه قالوا 10 قطب ماشي الحال. 10 قطب ماشي الحال. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك حبيبي. يعني بدي اسالك اليوم عن رايك بهذا الايفنت اللي عم بيصير، يلي عم بيرجع الرياضه اللبنانيه للملاعب بعد طول انتظار من بعد كل شيء قطع فيه هذا البلد. مش عم بيرجع الرياضه اللبنانيه بس، عم بيرجع لبنان ووجهه الحلو، وجهه الحضاري الثقافي الرياضي اللي اشتقنا له، عم بيرجع الايام الحلوه اللي افتقدناها، وهالالفه بين الناس، هالعيش المشترك اللي نحن هالقد بحاجه انه نرجع نزرع الفرح بين شبابنا واولادنا. انا بحس هيدا الشيء اللي عم بيصير اليوم هو تجنيد اجباري بيقرب الناس لبعضها، بيقرب المناطق لبعضها، بيقرب الطوائف لبعضها، واللي عم يزرعوا فينا المذهبيه وبعدونا اليوم وجه لبنان الحلو عم يرجع بهالشباب واهاليهم وانتو والرياضيين. او بهالمناسبه الحلوه ما فيني ما اوقف وازعل، وحداد بقلبي من جوا، وكل رياضيي لبنان وكل اهل لبنان وكل العالم العربي والعالم، يمكن على محمد عطوي صديقي اللي خسرناه من وراء طيشنا، من وراء قلة انتباهنا، من وراء قلة محبتنا لبعض، من وراء السلاح المتفلت اللي انا بقول انه هيدي كارثه بلبنان. يجوا يشوفوا الرياضه شو بتعمل، يجوا يشوفوا المحبه والالفه كيف بتصير، بتعمر اوطان. ما بنعمر اوطان نحن بالتقاتل والحقد وزرع الفتن والتحريض والتزوير، بنعمر الاوطان بالرياضه، بالثقافه، بالغنانه، بالتمثيل، بالفن، بالعيش المشترك. هيدا اللي نحن بحاجه له. بدي اهنيكم من كل قلبي، وانا هيدي المقابله يمكن من 5 سنين ماني عامل مقابله، بس ما قدرت اليوم بعد ما شفت هالامل بصيص ضو صغير شفته حبيت كتير، وبتمنى انه تتعمم هالفكرة مع كترة الانتباه اللي عم نشوفها. وتحية لحمد حسن الوزير المقاتل وكل الجسم الطبي اللبناني وكل الجسم التمريضي على مكافحة هالوباء، وبدنا شوية انتباه من الناس. ما بدنا شيل كمامة مثل ما انت عم بتشوف اليوم، نعمل ايفنت ونزمط وما مننشر الوباء. يعني استاذ يوسف انت اليوم والد وابنك بيلعب باسكت، بيلعب رياضه بالتحديد، اليوم شو بتسمع من الاولاد عم بيقولوا بهالفتره العصيبه؟ ليك نحن من الاهل اللي جربنا انه نحافظ على هيدا التقليد ببيتنا، حتى يعني انا وامهم ما تركناهم يبعدوا كتير، يعني صرنا عملنا مثل نادي صغير بالبيت قد ما قدرنا، خليناهم يضلوا يواصلوا يحكوا مع اصحابهم، حتى يلتقوا على الواتساب على الزوم على شيء، حتى ما نخليهم يروحوا دائما على الماشين هيدي اللي كلنا عم نعاني منها ببيوتنا يعني. وعم شوف قديش هو مشتاق، يعني اليوم من الساعة 8 وعي، كان اجمال عم يوعوا الساعة 10:30 11 12 لانه عم بيناموا مؤخرين. اليوم وعي الساعة 8 نام مؤخر، وكل شوي يجي بكره ورجعين رايحين على الباسكت. كتر خير الله، بضل اعمل لك هذا بصيص الامل، هالنقطة الضوء الصغيرة نحن بحاجة لها رغم كل هالخلاف والاختلاف والصراع على كل شيء عم بصير بلبنان، رغم كل هالانهيار اللي عايشينه وهالكابوس اللي خايفين منه اللي جاي، بيرجع بضل في نقطة ضوء، بضل في امل، بضل في ناس عندك ثقة فيهم انه يخلصونا من هاللي عايشينه. انا اكيد اكيد لبنان الحلم، لبنان الحلو ما بيموت، بدنا نحن نرجع نغسل قلوبنا، نغسل حقدنا بمحبة، نرجع لإيماننا، نرجع لمحبتنا لبعض، نرجع للتسامح أهم شيء وللمشاركة، لأنه بدون مشاركة وتسامح وإلفة ومحبة ما بيتعمر شيء ولا بيرجع شيء مثل هالشيء الحلو اللي عم نلاقيه اليوم. حكيت عن شيء كثير مهم اللي هو الأمل. شو عم بتطول؟ أنا إجمالا يلا أوكي. لا ما عم نستفيد منك، 5 سنين لورا صار لك مش عبال بنفشهم كلهم. هلا اليوم بدك تعمل لي مشكل مع كل أحبائي الإعلاميين والمحطات اللي عن مسلسلاتي أنا ما بحكي حتى يعني. لا اليوم عم نحكي عن أمل، عم تعكس ما هو مسلسلات أمل كمان، صدقني شغل أمل وحمد الله. يعني في مسلسل جديد قريب إن الله راد، إن الله في 2-3 عم نحضرون، حضرنا شيء ما نعرضه لسوء الحظ كرمال كورونا وكرمال الوضع إن شاء الله هلا قريبا نبلش نعرض شيء، وعم نحضر شيء كمان كتير حلو إن الله راد. يا رب عم نقول يا رب، بدنا وعي، بدنا ما بدي شو في كتير عن جد، في شيء عربي، في شيء بلبنان، في شيء ما نبيع بعد، في شيء بيقضب، يعني في اشياء كثير بدنا نعرف، ما بعرف مين التايمينج وايمتى كرمال هيك، بس بضل في امل. حكيت عن الامل، اخر سؤال لك، قديش هذا الايفنت بيرجع الامل اليوم لهالشباب الصغار؟ كثير كثير، قلت لك مش بس لهم، المشكله انه نحن عايشين معهم،
نحن بحاجه لحدا ياخذنا. يعني نحن اليوم جينا كلنا على الملعب لنتشارك كلنا كعيله، وفي كثير عيل مثل ما شايف الصريخ والزقيف مثل كانه صار لنا سنين مش شايفين بعض. هو هيك نحن ما عندنا وضع كورونا. الكورونا هي شيء من اشياء عديده صابتنا، من الانهيار المالي، من الحقد المزروع، من الخوف من بكره، من الانهيار الاقتصادي، من الجوع، من الناس عم بتعاني من قلبها من جوا لقمه الخبز، ما في اشغال. طلع لنا انفجار وباء كارثي، يعني اقوى من الوباء واقوى من اي انبله ممكن تنكب. بدل ما هالشي يجمع، هالشي عم بفرق اكثر وعم يستغل اكثر. في حتى جمعيات انسانيه لازم تكون موجوده لتساعد الناس، عم تستغل الناس للاسف، مع انه في ناس كمان تطوعت وعطت حياتها ووقتها وجهدها لمساعده كل متضرر. نحن في ناس بضلوا ما بيشبعوا. الجشع بيقتل اي طموح عند الغير. تصور انه نحن في ناس معها مليارات، وهيدي بعيد عن شوي الموضوع، بدي اعرف الشعب اللبناني اللي معهم مليارات موجودين بمنطقة الشمال، ما وجعكن قلبكن على أولاد الشمال اللي بالبحر عم بيواجهوا الموت كل ثانية؟ مليارديرية لبنان اللي عملوا مصرياتهم بالحلال أو بالحرام، ومنعرفكن بالحرام أكتر من الحلال، لأنه حلال حلال عليه. ما شبعتوا أو خفتوا الله أو حسيتوا بضميركن الميت أو اللاواعي أنه لازم توقفوا حد شعب لبنان، ما تضلكن تتصارعوا على مناصب تافهة حتى تخبوا ارتكاباتكم؟ ما كان بدي ارجع احكي هيك، بدي اقول اليوم امل جديد. هالشباب اللي هون وانتو معهم وهالايفنت هو خطوة لمدماك جديد لمستقبل لبنان الحلو اللي بدنا اياه. يعطيكم الف عافية كلكم 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 سوا. ثانك يو سو ماتش لك استاذ يوسف، وبنشرف بحضورك اليوم. ثانك يو حبيبي، ثانك يو، شرف كثير كبير لك كنا عم قابلك. ميرسي، خلي لي اياك. ثانك يو سو ماتش لك. ثانك يو، باي. إذن كنا مع نجم الدراما اللبنانية يوسف حداد، رح تقف معكم لدقائق معدودة، نكون معكم بناء المباشر لكل مجريات الحدث اليوم.